عشان احتفل مع الرئيس مبارك بمرور 42 سنة على انتصارات اكتوبر، حيث ان حسني مبارك قائد الدفاع الجوي صاحب الضربة الاولى التي فتحت لنا باب النصر، باب العزة والكرامة لمصر ولجميع الدول العربية. النهاردة انا جاي عشان احتفل هنا امام مستشفى المعادي، وكنت اتمنى ان الاقي 90 مليون موجودين النهاردة هنا، لان ما قدمه حسني مبارك شيء عظيم، شيء يعني مش عايز اقولك ملوش تمن. حسني مبارك قائد عظيم، وسنظل هو رمزي لنا وللأمة المصرية والأمة العربية. يقولوا هو اللي ضرب المظاهرين. طب تيجي ازاي؟ هيخش جوه عند 25 يناير، يخش يوريهم نفسه، يضرب بمسدس ولا يضرب ببندقية؟ لما يكون هو عاوز يضرب بقى صح، هياخد الطيارة بتاعته من غير ما حد يعرف، ويطلع ويضرب في 25 يناير، يخلي التحرير ده برك الدم، ها؟ ويرجع تاني ولا من شاف ولا من دير. انا جاي عشان اقول للرئيس محمد حسني مبارك كل سنه وانت طيب بمناسبه انتصار اكتوبر اللي هو كان احد اسبابه. حافظ على البلد لمده عقود طويله مش قليله. يا ريت بس الرئيس السيسي يتبع سياسه محمد حسني مبارك، ده اللي نتمناه. 67 بتضرب على الارض، 73 انت ليك الغلبه الجويه. هو ده حسني مبارك. لذلك فان مبارك فضلا عن دوره في حرب اكتوبر، انما هو فارس هذه المرحله اللي احنا عايشين فيها دي، هو قائد الانتصار على مشروع الشرق الاوسط الكبير. وحتى الانجازات الاقتصاديه، شوفوا مصر سنه 81 كانت ايه؟ اقتصاديا واجتماعيا وفي اي مجال انت عايزينه. الرئيس مبارك اول سرب طيران انطلق من القاهره الى اسرائيل كان قائده الرئيس حسني مبارك. انطلقت 5 طائرات، راس السرب الرئيس حسني مبارك. دي كان سر بين الرئيس السادات والمشير احمد سمعين علي فقط، ولا اي حد من القياده العسكريه ولا غرفه العمليات يعرف الموضوع. قبل بدء القتال الساعه 2:05، قبلها بست دقائق، انطلق السرب بقياده الرئيس حسني مبارك ودمر جميع مراكز الاتصالات والرادارات للعدو الاسرائيلي. وعلشان الرئيس حسني مبارك يموه علشان التصوير، طلع على اسكندريه الاول بالطياره، وبعد كده رجع على مركز ابو حماد علشان يموه، وبعد كده رجع كده على مركز قياده الدفاع الجوي في امام نادي الزهور. موضوع تاني حصل، سمعته انا شخصيا من المرحوم طلعت السادات. المرحوم طلعت السادات قال عمه حكى له بان حسني مبارك هو يعتبر صاحب الانتصار الاول اكثر مني نفسي. قال له ايه اللي حصل؟ قال له طلع سرب طيران من القاهره في اتجاه شمال سيناء، بالتحديد على مراكز الاتصالات والرادارات في جبل ام مرجان، دي في شمال سيناء. السرب الطيران اللي طلع مجرد ما راح التو استرخ من كل مكان، رجع السرب بسرعه ورجع تاني للقاهره. الرئيس حسني مبارك الرئيس القادم، العهد القادم يوسف جمال محمد حسني السيد مبارك. ألف مبروك يا أستاذ جمال، ألف ألف مبروك. والله إحنا تشرفنا بيه، ومصر زادت راجل. أصل عائلة السيد حسني مبارك رجالة، وطول عمرها ولدت رجالة. ألف مبروك للسيدة زوجتي، للسيدة تيتا بتاعته، السيدة سوزان مبارك. ألف ألف ألف.